مسي الخير عليكم البنات، الزول في اللي كنت ندم ثلمت. بونسوار تو الموند، ان شاء الله لا فيديو كي توفيكم انت دوك بخير. ان شاء الله ان شاء الله هذا الفيديو لقاكم كاع بصحه جيده. ومرحبا بكم لاشين تاعي لا مامون اي لا في. دونك اليوم جبنا لكم رفيس، الفيس رويال، الفيس عصري، كاين يقولوا له رفيس، كاين يقولوا طمينه. دوك نبداو بالمقادير. 250 تاع الغرس، و 200 غرام تاع المارغرين، والدقيق محمص. وهنا عندنا نص كاس تاع جلجلان محمص ومرحي، ونص كاس اخر كاوكاو مرحي محمص ومرحي. وعندنا ربع كاس تاع العسل، ربع كاس تاع العسل. وعندنا قرصه تاع الملح. نبداو على بركه الله، بسم الله. نبداو نخلطوا الغرس تاعنا من بعد ما نقيناه. لازم تولي كي لاباط هكايا. فوالا فورناه، نقيناه، نزيدو المارغرين. وهذا يصلح مليح للنفسة، سورتو الى درتو او ليو دلا مارغرين ديرو الزبده، و او ليو ديرو هاد العسل نورمال ديرو عسل حر، يجي ها صحي. وديتي حذاي، نعاود لكم بالقبيليه، وديتي حذاي يلها مليح يثمني فريت، سورتو اوليو ستارمت لا مارغرين ستارمت وذيه، اوليو ستارمت ثم تاكيه نورمال ستارمت ثم تحرث، هادشي سي جهد، يلها ياس مليح، هاتسعو غيفكي. دوك نزيدو الجلجلان و الكاكاوات مولي، الجلجلان مرحي والكاوكاو المرحي. كل مذاقها روعة، الكوت تاعها تكون روعة. فوالا دوك نزيدو العسل، ربع كاس تاع عسل. كاين لي يديرو نص كاس، بصح هاد الغرس فيه الحلاوة، و هاد العسيله تاني فيها حلاوه، سي بور سا لي نقصنا من لا كونتيتي. نخلطوهم كاع هكا. هنا دوكا نزيدو الدقيق تاعنا، نزيدو قرصة تاع ملح. سمحوا لي البنات، على بالي ما ولفتوش بالصوت تاعي، ولفتو بنتي اللي تهضر، بصح اليوم ما كاشها في الدار.
سي بور سا لي هدرت لكم هنايا. هلا جلي رومبلاسي. دابيتود انا نخدم وهي تهدر، واليوم رومبلاسيتها هكا. كيس ونص تاع دقيق. هنا نحبسو هاوليك كيفاش يجي. هنا نحبسو نخلوها هكا طرية، باش هكا شحال ما قعدت تقعد هكا طرية. تنشفوهاش هكا هالا. فوالا دوك نخدموها، برك هكا باليدين. نقدرو ما نستعملوش لي رولو، تقدرو تستعملو تقدرو ما تستعملوش. ها نمشوها برك هكا. ما نديروهاش رقيقه مليح، ما نديروهاش خشينه. نخدمها لها ترقق مليح وتنخدمها لها تزوران دراهم مليح. هاد الساشي يعاونكم مليح. ونسيت ما قلت لكمش البنات، كي ديروا هاد لاباط انا رحت لي نسيت، تقدروا تزيدوا لها نص ملعقه تاع القرفه باش تنكهوه به، تجي هايله. انا نسيتو. دوكا نديرو بهادو. وهنا نقدروا الى ما عندكمش هاد لي مول اللي عندهم هكا هاد لي ديسان، تقدروا تنقشوها، ديروها سامبل وتنقشوها. دوك نوري لكم هايلي، ونقشوها هايلك. نزيدو اشكال اخرين لي مول اللي عندكم. الا ما عندكمش قلت لكم تستخدموا ان مول غون هايليك. نحب نسهل لكم الخدمه، كاين اللي ما يقدروش يشرو هاد لي مول، يخدموا بالنقش وتجي هايله، تجي خير من هاد لي مول هايليك، تجي وردة شابة. ها نزيد لكم وحدة، هاوليك هكايا، هاوليك
نكملوا. فوالا حبيت نوري لكم هذه العجينه، درتها بحلوه الترك هذيك. هايليك دوك نزيدو نبسطو هادي، ماشي كيف كيف كي نديروها هكا وحدها تكون هنا خشينه شويه برك، وكي نديروها كي نديرو هادي في او ميليو نزيدو نبسطوها شويه هكا. هنا نزيدو فوقها هادي، هكا، ونزيدو الأخرى فوقها، هكا، ما تخافوش منها تلصق، ها. دوك هاوليك هايلي كيفاش تجي، تجي شابه. نزيد لكم واحد اخرى، استنى هايليك نبسطوها برك هكاك باليدين. فوالا فوالا نديرو وحدة تاع قلب هايليك، لازم تقعد في داخل هايليك، ونزيدو هاد حلوة الترك هنا هايليك، ونزيدو فوقها هاد لاباط تاع الغرس هايليك هايليك. نحبزو برك هكا شويه ونخرجوها، ها هاليك هاليك كيفاش خرجت، هاليك جبتلكم مول اخر هاوليك. هايليك هايليك كيفاش تخرج، هايليك وهادي نقشوها هايليك هكا 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 هايليك. فوالا البنات وصلنا لافين تاع لا فيديو، هاهم ليك لي غاتو تاعنا كيفاش خرجوا، مش سي با دي غاتو سي رفيس ولا نعيطولو طمينه. بغيت نعطيكم افكار افكار لهذا المولد النبوي الشريف، هاهم ليك قرب لكم وحده وتشوفوها هاي ليك. ثلاثه طبقات، هنا درنا حلوة الترك، وهنا لاباط تاع تمر، فوالا زيناها بلي نوار.
جوز هايلك. هادي درناها كاري هايلك كيفاش خرجت هايلك، زيناها بلي بير ونقشناها. هادي عمرناها او ميليو بلي نوا، كاين ديفيرون موديل هاوليك هنا نقشتها. الو هذه الطبقات درنا هذا الطبسي درناه بطبقات تاع الحلوى الترك، وهذا درناه سامبل، هذا ما عندوش طبقات درناها سامبل بهذيك لاباط. و لا ديكوراسيون كيف حبيتو، وهنا تفنوا كيف كيما حبيتو. فوالا انا عطيت لكم دي زيدي افكار، وانتوما شوفوا على حسب لي موايان تاعكم. فوالا وحقنا لا فين تاع لا فيديو، ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحتكم و لا فيديو اخرى ان شاء الله. Allez, n'oubliez pas les filles de vous abonner, de liker, de faire des commentaires et à la prochaine, inshallah. Bye bye!